ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا دكتوره جهاد، دكتوره صيدلانيه بعمل فيديوهات عن الشعر والبشره والتجميل، والنهارده هعرفكم ازاي نعمل اختبار مسامية شعرنا في البيت، وازاي نعمل حمام الزيت بشكل صح، وهقول لكم على الزيوت المناسبه لكل فروه راس، لان مش كل الزيوت بتمشي مع كل حد كده يعني. طيب اول حاجه ازاي هنعمل الاختبار بتاعنا، هنجيب كوبايه ميه وهنجيب شعرايه نظيفه وقصيرة مش طويلة، لو انت شعرك طويل ممكن تقطمي الشعراية، وهنغطسيها في المية كده في صبع وتستني لمدة 3 دقايق. بعد 3 دقايق هتشيلي ايدك وتبصي على الكوباية، هيطلع عندك 3 احتمالات. اول احتمال ان الشعراية هتبقى تحت في القاع، او الشعراية هتسطو فوق على السطح، او ان الشعراية هتفضل متعلقة في النص. لو لقيتي الشعرايه بتاعتك نزلت تحت في القاع، يبقى انت من الناس اللي عندها هاي بروزيتي او مسامية عاليه. الناس ذو المسامية العاليه دي شعرها بيتميز ان بيبقى فيه بورز او ثقوب كبيره جدا جدا. الثقوب دي بتستقبل الميه وبتستقبل الزيوت وبتستقبل الترطيب بشكل كبير، لكنها بتفقده بشكل كبير جدا جدا جدا. عشان خاطر كده الناس دي بتحتاج اهتمام بالشعر بطريقة مش طبيعية، والناس دي على طول شعرها بيبقى للأسف مقصف، هايش، جاف، ناشف، لأن هما بيفقدوا الرطوبة بسرعة. عشان خاطر كده من الزيوت يعني اللي بتمشي معاها أو المرطبات اللي مفروض هتمشي معاها هي المرطبات العالية أو الزيوت التقيلة، زي مثلا زيت الخروع كلنا عارفين إن هو تقيل، الشيا باتر، زبدة الشيا كلنا عارفين برضو ان هي تقيلة، ممكن زيت الزيتون. وعلى فكرة الناس دي لما بتيجي تعمل حمام زيوت او حمام زيت مش بتحتاج حرارة، لان اصلا الحرارة بتزود المسام، ودي مشكلة. من ضمن الحاجات اللي بتزود المسام طبعا البيبي ليس، الكيماويات، الفرد، البروتين. يعني الناس دي اكتر ناس بتتأذي، لان هي اساسا المسام بتاعها واسع، والحاجات دي بتعلي المسام او بتزوده اكتر. عشان خاطر كده لما نيجي نعمل حمام الزيت مش هنستخدم البرو كاب خالص. هنعمل ايه؟ هنعمل مساج لشعرنا كده لمدة من 5 دقايق لربع ساعة بس. احتمال عندنا ان الشعراية هتطفو فوق، معنى كده ان الناس دي عندها low porosity او مسامية منخفضة. الناس دي بتاخد الترطيب او بتاخد المية والزيت بتستقبله بشكل صغير جدا او بصعوبة جدا، لكنها ما بتطلعهمش بسهولة، لان المسام اصلا بتبقى صغيرة، فبتحافظ على الترطيب بتاعها لاطول وقت ممكن. عشان خاطر كده الناس دي لازم تستخدم الزيوت اللي هي خفيفة عشان تعرف تتوغل جوه المسام. من الزيوت الخفيفة اللي كلنا عارفينها زيت الجوجوبا، زيت بذور العنب، زيت الأرجان أو الأرجان زي ما بيقولوا. الناس دي شعرها بيبقى على طول يعني لحد ما مترطب، بيبقى الهيشان خفيف مش زي الناس اللي هي عندها هاي بروزيتي. ونيجي نعمل حمام الزيت بتاعنا، احنا بنحتاج حرارة وبنحتاج البرو كاب عشان خاطر نعرف نفتح المسام بتاع الشعر ويوسع سنة صغيرة ان هو يستقبل الزيوت. اخر احتمال عندنا واخر حاجة واحسن حاجة ان الشعراية تفضل متعلقة في النص، لا منها طالعة ولا منها نازلة. معنى كده ان انت عندك ميديم بروزيتي، المسامية المتوسطة، ده احسن انواع الشعر. الحاجات اللي احنا بنحتاجها حاجات بتبقى متوسطة، لا منها تقيلة ولا منها خفيفة، بس ما بنخلطش من نفسنا الزيوت، يعني بيبقى ليها طريقة معينة. الشعر ده بياخد الترطيب اللي محتاجه وما بيطلعش الترطيب، مش بيفقده. عشان خاطر كده الناس دي يعني محظوظين جدا جدا، لان شعرها مش بيحتاج ترطيب عالي او مش بيحتاج حمامات زيوت كتير ووصفات طبيعية وكل الحاجات اللي احنا بنحتاجها في الحالتين اللي قبل دول.
طيب اخر حاجة في النقطة دي ان احنا مش بنحتاج نعمل بالبرو كاب او مش بنحتاج نعمل حمامات جو كتير جدا او وصفات طبيعية، لان اوريدي الترطيب بيبقى موجود الى حد كبير. كده احنا خلاص عرفنا ازاي هنعرف نعمل الاختبار المسامية، روحوا جربوه في البيت والزيوت المناسبة مع كل حد. انا عشان ابقى فير معاكم عشان ابقى امينة، ان الاختبار ده نسبته 60% 65% مش عالي قوي، بس احنا عندنا اوبشن تاني وده الاريح. ممكن تروحوا تعملوا الاختبار ده في اي معمل، تقولوا لهم يا جماعة انا عايز اعمل اختبار مسميات شعري، هيعملوه. اتمنى تكون استفدتوا من الفيديو ده، والناس اللي مش فتش الفيديوهات اللي قبل كده يا ريت تتفرجوا عليها لانكم فعلا هتستفادوا. انا في ناس كتير بتقولي احنا عايزين يعني الخلاصه وعايزين قوليلي هاتيلي نعمل ايه ومش نعمل ايه. انا يا جماعه مش هبدا كده ومش هكروت، يعني انا عايزه ان انتوا تفهموا واحده واحده كده. اخر حاجه بقى خالص، الناس اللي اول مره تشوفني متنسوش تعملوا لي سبسكرايب للمربع الاحمر ده، تعملوا لي لايك للفيديو ده لو عجبكم، وتابعوا معايا الفيديو الجاي ان شاء الله هكلمكم على الماسكات اللي تمشي مع كل نوع من انواع اللي انا اتكلمت عليها دي. اشوفكم المره الجايه على خير، باي باي.